مرة بحال تمك ولا تتيم راه شافها. إذا مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مباشرة من رحبة الغنم. الخيرات موجودة تبارك الله، ولكن الثمن طالع بزاف بالنسبة للحولي الصغير، فكيتجاوز الثمن ديالو 1200 درهم. مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مباشرة من قلب رحبة الغنم بالسوق الأسبوعي بن سليمان. فالخيرات موجودة ولكن الثمن طالع بزاف كيف ما أكدوا لي حريفية والبيعة والشراية، الثمن طالع حولي صغير، الثمن ديالو 1200 درهم 1300 درهم، ومع ذلك فكاين الإقبال. معي أحد الحريفية اللي غيوضح لي الثمن وعلاش أثمنة مرتفعة بهذه الطريقة. معلمين ديال الحرفه باللي قعدتو ملي كي وراها تنوض تما عيقتنا جابوها فرحان إذا مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من قلب رحبة الغنم سوق الأربع. الخيرات موجودة ولكن أثمنة خيالية. إذا لحظات جميلة هنا برحبة الغنم. وضرب فيها 625 لعبة. لا الخيرات موجودة تبارك الله، والثمن طالع. إذن مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في، لازلتم تتابعون معنا هاد المباشر مباشرة من قلب رحبة الغنم. معي أحد حريفي اللي غيوضح لي الثمن ديالو. فالحولي أصغر حولي شنو داير الثمن ديالو؟ خويا الحولي الصغير خويا غالي بزاف، 1200 درهم واصلت ل 1300. 1200 وصلت ل 1300. اه خويا غالي بزاف. علاش الثمن طالع؟ وراك عارف الاسباب اللي كاينين دابا، راه العلف طالع بزاف الثمن والجفاف كاين، هادشي اخويا اللي غلى دابا. وهاد الحولي ديال 1200 درهم 1300 درهم غيبقى حتى العيد عليا كل تقريبا، وراه غياكل بزاف ديال العلف. اذا ما الارباح قليله بزاف، ما كاين لا ارباح لا والو، كاين غير البركه وصافي، هذاك الشيء اللي كاين. نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعطينا شي عام، الله يصوب، الله يعطينا شي عام يكون ماطر اخويا، هذا الشيء اللي غنقول ان شاء الله. الله يعطيك خير على المعلومات كيف ما سمعتوا معنا مشاهدي قناه شوف تي في، فنتمنوا الخير صراحه، نتمنوا من الله سبحانه وتعالى يعطينا شي عام ماطر هذه السنه
وتقاد الامور ان شاء الله وتعود الاثمنه في متناول الجميع. إذن مرة أخرى مشاهدي قناة شوف تي في، الصورة أمامكم صورة جميلة جدا من قلب رحبة الغنم، فالخيرات موجودة ولكن الثمن طالع بزاف، فالحولي الصغير واصل 1200 درهم 1300 درهم. نتمنى الخير إن شاء الله، ونتمنى من العلي القادر يعطينا شي سنة ماطرة وتقاد الأمور إن شاء الله. الصورة أمامكم من قلب رحبة الغنم بمدينة بن سليمان، أجواء جميلة جدا. مشاهدي قناة شوف تي في قناة الشعب، ترحب بكم أينما كنتم وحليتم في هذا النقل المباشر، عهدناكم أن ننقل لكم كل صغيرة وكبيرة بكل الأسواق المغربية وبكل المدن، فأشياء جميلة جدا. نتمنوا الخير إن شاء الله. الصورة أمامكم كيف ما أكد لي أحد الحريفية، فقال لي الأثمنة مرتفعة بشكل مهول، الحولي صغير وصل 1200 درهم 1300 درهم صغير، يلا تزاد. نتمنى الخير ان شاء الله. اذا ارحب بكم من جديد من قلب رحبة الغنم من السوق الاسبوعي الاربعاء، اجواء جميله جدا والثمن طالع بزاف. صورة أمامكم ما بقى لي الا نودعكم مشاهدي قناة الشعب قناة شوف تي في، كنا معكم في النقل المباشر مباشرة من رحبة الغنم سوق الاربع. الى اللقاء ودمتم في رعاية الله، نهاركم مبروك وسعيد ان شاء الله.